أبك يقول هل صحيح من يصلي في البيت لا صلاة له مع وجود صلاة جماعة قريبة من المنزل أم لا؟ يعني المقصود في أنه لا صلاة لجار الجامع مو هذا المقصود من عندها، أنه صلاتك تقع باطلة، وإنما يعني أن الصلاة لا ثواب لها، قليلة الثواب مع وجود جماعة قريبة من عندك في مسجد. لاحظت؟ صلاتك بالبيت تكون أقل ثوابا. يعني لو فرضنا أن صلاة الشخص مثلا لها ثواب 10 مثلا درجات، وثواب الإيقاع في المسجد مع إقامة صلاة الجماعة مثلا 1000، وين 1000 وين 10؟ فما توقعه في البيت قليلة الثواب، وما توقعه من صلاة في الجامع كثيرة الثواب. هذا هو معناها، سواء كانت هذه الصلاة التي توقعها واجبة أو مستحبة. زين سيدنا، المسافة يعني بينه وبين الجامع إذا كان هذا قريب للمنزل، إيش قد حتى يطلق أنه هذا الجامع هو جامع؟ بالصدق العرفي يعني عرفان، هذا تعتبر أنه هاي جامع المنطقة، سواء أنت مع الجامع مثلا حائط بحائط أو تبعد عنه مثلا مسافة كيلومتر، إذا صدق عليه أنه هذا جامع المنطقة، يعني مو تجار الجامع، هو هذا يعتبر جار الجامع، يعني هذا الجامع الوحيد في المنطقة وفيه صلاة جماعة، فأنت بيتك في هاي المنطقة تعتبر أيضا جار الجامع. نعم، أحسنتم سيدنا.